السلام عليكم ورحمة الله. أنا جد سعيدة بالمشاركة ديالي في هذه المسابقة ديال النخبة الوطنية لفنون الطبخ، وسعيدة بالأخص لمروري لهذه المرحلة، مرحلة النصف النهائي. الآن غادي بعد الاسم ديالي توريا الشافعي من مدينة وردجات، الآن غنقدم لكم طبق ديال نصف النهاية اللي هو عبارة عن طبق اللحم بالبرقوق، وهو طبق رئيسي غنقدمه بطريقة عصرية مبتكرة. نبدأ على بركة الله. إذن نبدأ على بركة الله ونبدأ بالمقادير. على بركة الله. إذن هذه هي المقادير اللي غادي نحتاجو. عندنا اللحم، بالنسبة للعطرية عندنا الإبزار، شوية ديال عطرية اللحم المروزية، عندنا شوية سكنجبير، شوية الخرق، عندنا بيستاج، عندنا أيضا زعفران، عندنا هنا التومة، هنا الزبيب الأسود، القرقاع، قزبر معدنوس، وشوية اللوز مع القرقاع. إذا على بركة الله نبداو. أول حاجة غنديرو غادي نتبلو اللحم اللي عندنا، غادي نتبلوها بالثومة والربيع والزيت الزيتون والزعفران، ومن بعد نمرو لحاجة أخرى إن شاء الله. اذا اول حاجه غادي نديروها هي اننا غنتبلو اللحم ديالنا بالثومه والزعفران الربيع والمعدنوس، عطريه، البزار، سكنجبير، خرقوم، شويه ديال الزبده، شويه ديال الملحه، شويه ديال العطريه ديال اللحم، زيت الزيتون، شويه ديال عصره الليمون والثومه. اذا من بعد ما قمنا بتتبيل اللحم غنخليوها واحد تقريبا ربع ساعة على الأقل باش تدخل فيها العطرية. دابا ندوزو للمرحلة الثانية، غنهزو هذا الأناناس الجاف مع الشريحة والبرقوق، البرقوق غنديروه بوحدو، والمشمش غنديروهم يطيبو مع شوية ديال السكر وشوية ديال مزهر. هنا من بعد ما تتبلت اللحم ديالنا درناها في الكوكوط، دابا غنزيدو ليها الزيت، الكاس ديال الزيت، ونخليوها تشحر مزيان. دابا من بعد ما تشحرت اللحم مزيان غنزيدو البصلة، البصلة ونخليوها تشحر مزيان. من بعد ما دابت البصلة ديالنا غنزيدو الماء، غنزيدو شوية ديال عصير الليمون. من بعد ما طابت اللحم ديالنا كنزيدو ليها معلقه ديال العسل. هنا من بعد ما طابت اللحم ديالي زدت الخويصات اللي تبقاو طيبتهم، طحنتهم ودرتهم على شكل كويرات ومرمت فيها في اللوز وقلبها مهمتي. هزيت اللحم دهنتها بشويه العسل ودرت فيها درت فوق منها بيستاج مهرمش، وهزيت البرقوق طحنته وشكلته على هذا الشكل. هزيت الليمون، قطيت واحد الجيله ديال الليمون وواحد الجيله ديال الفريز وواحد البيضه ديال السمان الورد، وهذا هو الطبق. هذا هو الشكل ديال الطبق ديال اللحم بالبرقوق. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شكرا.